بسم الله الرحمن الرحيم. الأول برحب بكل الناس اللي معانا النهاردة. النهاردة إن شاء الله هنكمل ليسون 9 في الكورس بتاعنا الـ Editing and Design Change. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الـ How to Repair Error وإزاي تقدر تتعامل معاها. النهاردة إزاي هنتعلم إزاي نقدر نعمل موديفاي على الإيه على الديزاين بتاعنا ومن غير ما نمسح او نلغي فيه ايه او نبدا من الاول. يعني هنفتح بقى مع بعض كده ليسون 9. هنفتح الايديتنج ديزاين تشينج. ده البورت اللي احنا هنشتغل عليه النهارده. تمام كده. المفروض البورت دوت ده ديزاين كان معمول قبل كده، يعني المفروض احنا نعمل عليه تعديلات عشان نقدر نوصل لديزاين تاني جديد. طيب فين الديزاين الجديد؟ اهو هنفتح الديزاين الجديد. ده الديزاين اللي احنا المفروض هنوصل. تمام كده. ده الديزاين اللي احنا المفروض هنوصل من البارت ده. هم عملوا تعديل على البارت دوت ووصلوا، ويعني ايه وصلوا للايه للديزاين التاني ده. فاحنا هنعدل البارت ده عشان نقدر نوصل للديزاين التاني. طيب اول حاجه بنعملها لما نيجي نعدل اي ديزاين، تمام كده، قبل ما نبدأ بس هنبتدي ندي شوية يعني حاجات تركات كده برضو تبقى معانا واحنا شغالين. لو انا معايا الموديل بتاعي ده كبير قوي والفيتشر بتري بتاعتي زي ما انتم شايفينها كده، مثلا هي دي مش كبيرة طبعا، دي قليلة، بس انا مغير اسماء الايه الفيتشر. يعني انا كاتب هو البيس بليت، هو كاتب بيس فليت، كاتب فيرتيكال بليت، كل الكلام ده مش ده الطبيعي بتاعنا. احنا بنعمل يا اما ايه اكستود بوز يا اما ريفولف بوز، هو انما هو مغير الاسماء دي. تمام كده. طيب طبقا للتزاين بتاعه يعني عشان يقدر يوصل ليه. طيب ونفترض بقى ان انا مسمي مثلا السكتشات بتاعتي باسماء معينه علشان اقدر اوصل ليها لما ايه لما الديزاين بتاعي يكبر. يعني مثلا كاتب ان ده البيز وده الفيرتيكال وده الريد وده الكلام ده، اقدر اوصل لها ازاي؟ هل هقعد بقى افتح سكتش سكتش واقعد ابص؟ لا، عندنا هنا طول جميله. هنبص كده فوق، ندوس على التوب بتاع الفيتشر تري بتاعتنا وهندوس كليك يمين ومنها نختار جو تو. جو تو دي السيرش بتاعها. هنكتب كلمه سكتش كده زي ما انا كاتبها ونعمل فايند نيكست وستارت فروم توب. ستارت فروم توب دي هيجيبها لك من الاول هنا. لو ايه لو احنا عايزين يعني نبتدي ندور هتلاقي في سكتشات هنا في الانوتيشن وجوه الكلام ده كله. نفعلها ونفرج. ماشي كده. هنكتب فايند نيكست. فتح لي ايه من اول التري بتاعتي، ادي كل ما هو يحتوي على كلمه سكتش. اهو ناخد بالنا بقى هنا كده عمل ايه، ابتدى يفتح كل فيتشر ويدور جواها في كلمه سكتش. كل ما يلاقي كلمه سكتش يفتحها لي، كل ما يلاقي كلمه سكتش يفتحها لي، بيقول لي كده خلاص انا خلصت الايه السيرش بتاعي. فانا كده ايه اي حاجه ليها اسم مختلف انا عارفه عايز اقدر اوصل له بقدر اوصل له عن طريق الايه الجوتو من التوب. البوب بتاعي عمل ايه الفيتشر تري. طيب انا كده فتحت كل حاجه وبقت الفيتشر تري بتاعتي مفتوحه كلها. طب عايز المها تاني اعمل لها كولابس، يعني هندوس كنترول هندوس شيفت سي، الناس كلها شيفت سي، لميت كل الايه الديزاين تري بتاعتي خلاص كده او الفيتشر تري بتاعتي. يبقى كنترول سي بتعمل كولابس لكل الايه لكل الفيتشر بتاعتي وكل الايتم اللي انا ايه فتح. ماشي كده. دي حبيت ايه انوه عنها في بدايه بس المحاضره، وبعد كده هنبتدي نبدا شويه. طيب عشان نقدر نتعامل مع اي اديت او اي ايرور بنعمل ايه؟ اتعلمناها من المره اللي فاتت، بناخد الايه رول باك بار، تمام، ونطلع بيه لفوق ونبتدي واحده واحده نتعامل مع الديزاين بتاعه. طيب دي كده فيها مشكله؟
ما فيهاش مشكلة، هي تقريبا نفس البيز اللي التانية. طيب الفلت ما فيهوش مشكلة برضو، هو نفس الفلت التاني. الفيرتيكال بليد، نبتدي بقى من الأول. الفيرتيكال بليد ده مختلف، ناخد بالنا كده. اختلاف هنا اللاين ده هو تانجنت للدايرة دي، انما هنا هو الدايرة دي واخدة انكلينيشن شوية كده بعيد عن اللاين. طيب طيب عايزين نعمل اللاين ده، نبتدي نعمله ايه؟ نحطه طبقا للديزاين الجديد. فهنبتدي نعمل ايديت للسكتش ده، تمام. الرسمة دي زي ما انتم شايفين هي فولي ديفايند، فانا اول ما هعمل كده هيبتدي يقول لي انت هتعمل اوفر ديفايند وابتدي اتعامل معاه. هقول له انا عايز ده التانجنت، فيقول لي انت كده اوفر ديفايند، تمام. هقول له اوكي، هو طبعا بيقول لي الايرور ان في فيتشر لازم سوري في فيتشر لازم تتمسح. فانا هبتدي ادخل على الرسمه واقول له انا عايز الحل بتاعك. لما هبتدي ندوس على الاوفر ديفايند هنا الكلمه دي، هبتدي يقول لي انت عندك مشكله هنا لما عملت التانجنت ده، فاقول له اعمل لي الدايجنوز شوف لي الحل. فبقول لي والله انا ليك، انت ليك عندي اربع حلول، ليك عندي اربع حلول. الحل الاول انك تمسح التانجنت اللي انت لسه عامله ده، هقول له لا طبعا ده اللي انا محتاجه. الحل الثاني ان انا الغي لك ال 151 ديت عشان اقدر احقق لك التانجنت ده، تمام. الحل الثالث ان انا هخلي لك الايه، هحافظ لك على 151 بس هقلل لك القطر بتاع الايه الدايره دي، تمام. الحل الرابع ان انا هعمل لك ميل للخط دوت، هيبقى برضه هو موازي ولكن مش هيبقى على الايدج دي. طيب انسب حل عندي ان انا هلغي ال 151 ديت عشان تبقى نفس الديزاين بتاع الرسمه التانيه، وهوافق عليه وهقول له اوكي. يبقى انا كده عملت اول خطوه في التعديل بتاعي من غير ما امسح حاجه ولا ايه ولا العبط الدنيا. اوكي خلاص تمام كده. لو جيت انا رفعت ده كده فول باك بار كده، تمام، هتلاقيه عامل لي نفس الشكل ده، تمام. طبعا في حاجة بقى هنا اللي هي الوول سيكنس دي لسه هنبتدي نتعامل معاها. هنا هو عامل شيل، دي شيل هو مغير اسمها طبعا، انا عندي هنا دي مش موجودة، ودي هتبقى الايه الخطوة التانية بتاعتي. هبتدي انزل بالرول باك ده باور بتاعي، في هنا سيركلر بليت بلان قصدي، بعد كده سيركلر بوز. سيركلر بوز ديت هنزل بده خالص كده عشان الرسم كده ده هتبقى واضح. هو كده تقريبا ايه نفس التاني، بس لو جينا بصينا كده من ورا او جينا بصينا من هنا كده هنلاقي لا ده هو البليت ده في نفس الايه في نفس المستوى بتاع البليت التاني. فانا محتاج اعدل ان بدايته ده دي بدايته تبقى ايه للفيس ده، بداية البليت ده تبقى الفيس ده. طيب هنيجي اعملها ازاي؟ انا لو ضغطت كده انا ما اعرفش السلندر دي انهي واحدة في دول، فلو ضغطت عليها كده هو بيسلكتها لي على طول، هو بيقول لي اللي انت دايس عليه ده اسمه الفيرتيكال بليت، هو مسميه كده خلاص. اللي انت مسلكته دوت هو اسمه الفيرتيكال بليت. تاني لو جيت اهو وقفت على اي حاجة مثلا هنا هو اهو ده كده اللي انت واقف عليه ده اللي تحت ده اسمه الفيس بليت، ماشي كده. لو جينا ضغطنا على اللي في الجنب ده مثلا كده ماشي، هو معتبر عشان ده كله قايم على بعضه هيعتبر ده الفيس بليت. المهم ان دي اي حاجه بتسلكتها بيبتدي يعلمك عليها، دي الفيرتيكال بليت. طيب ماله بقى الفيرتيكال بليت؟ عايزين نعدله. طيب هنعدله ازاي؟ هنبتدي ناخد الريفرنس بلين بتاع الرسم، هي رسمه مرسومه هي انما البلين بتاعه هو اللي هيتغير، البلان بتاعه هو الغاية. اه سوري ده مش ده لا ده الفيرست كومبليت دوت. مش ده السكتش اللي احنا عايزينه،
نكمل كده. هي دي السيركلر بوز. السيركلر بوز هي دي اللي احنا عايزينها، مش الفيرتيكال بريك. هو طبعا عشان كل دوت عامله ميرج يعني، فما بتبقاش واضحه قوي. طيب يبقى احنا هنشتغل على السيركلر بوز. سيركلر بوز هبتدي اشوف السيركلر بوز دي سكتش بتاعها فين. هعمل ايديت للبلان بتاعه. هو البلان بتاعه اللي هو السيركلر بلان ده، هو ده اللي هو شغال عليه، اللي بادئ منه رسمته. هغير البلان دوت. هو اقول له انا هبدا من عند الفيس ده، بدل البلان هبدا من عند الفيس. وهقول له اوكي كده الرسمه بتاعتي بدات من فين؟ من عند الفيس ده، بنفس الدايمنشن، بنفس الاكسترود، بنفس كل حاجه. يبقى انا لو مسحت حاجه ولا غيرت حاجه، انا بس غيرت الايه؟ البلان اللي بادئ منه رسمتي، بحيث ان انا اقدر اوصل للديزاين التاني. طيب ايه تاني؟ نكمل. الناس لو عايزين نوقف ويبتدوا يطبقوا احسن، ما عنديش مشكله. ولا اكمل ناخد فوت سريع كده؟ نكمل. الريب، الاندر ريب او الريب اندر اللي هو كاتبها دي، موجوده عندي في الجنب. هي هنا مش في الجنب، هي هنا موجوده فين؟ في المنتصف او في نص الايه؟ السلندر دي. طيب نبتدي نفتح الريب دي كده عشان نبتدي نتعرف على الدايمنشن بتاعتها. هو غير شكل الريب دي خالص. بالشكل ده. تمام. طيب هنبتدي نعدل في الريب بتاعتنا. اول حاجه هو عندي انا هبتدي اشوف الايه؟ display and delete relation عشان يبقى عندي الريليشن كلها. عندي اثنين كولينيا. الكولينير الاولاني اهوت على خط اللي هو الهوريزونتال ده، وده انا مش محتاج اغير فيه حاجه. انا عايز افك برضو ايه؟ ابتدي افك الريليشن. ده الكولينير ده مع الخط اللي في الناحيه الشمال، ده اللي انا محتاج افكه. هعمل ديليت طبعا الكولينير ده، وابتدي احرك، اقول اوكي كده خلاص. هبتدي امسح الدايمنشن ده لانه هيتعدل. والدايمنشن ده كمان هقرب بس كده شويه، وهبتدي ارسم الارك بتاعي. انا هرسمه عن طريق سلندر، وابتدي امسح الاثنين دول كده، وبعدين ابتدي احط بقى الدايمنشن بتاعتي. اقول له والله ان دوت عندي الارك ده ب 8، وعندي هي طالما ده الارك ب 8 يبقى ده هيبقى ب 16 اوتوماتيك، بس اوكي برضه. وعندي ان المسافه ما بين اخر الارك وبدايه السلندر دي 2. هسلكت كده الادج دي. هو طبعا انتوا واخدين بالكم هو سلكتها من الايه؟ من السنتر. انا هوافق وبعدين هرجع اعدلها. هقول له انا عايز دي من المينيموم. فاكرينها دي احنا خدناها قبل كده. تمام. مش اوكي. وهعدل دي اخليها 2. اخر حاجه انا ديت في منتصف السيركل. طيب او السلندر دي هعملها ازاي؟ هبتدي ابص كده وهظهر حاجه اسمها temporary axis. تمام.
عايز اضرب الاكس بتاع الايه بتاع السلندر دي اهو شايفينه اهو اهو هبتدي اقول له السنتر ده تعالى والاكس ده الاثنين مالهم كوينسيدنت تمام كده في حاجة ناقصة عشان الشكل بتاعنا بقى يبقى fully defined عايزين كده الأرض ده كده لازم يبقى التانجنت معانا تمام كده الرسم بتاعي بقى ايه fully defined خلاص يبقى احنا عملنا عدلنا الريب ديت برضه مجرد تعديل لحد ما وصلنا للديزاين التاني هقول له اوكي وارجع ابص على الشكل بتاعي الاقي ايه الرد بتاعتي بدل ما كانت في الجنب هنا عدلناها بقت في النص تمام نكمل الوول سيكلز طيب الوول سيكنس دلوقتي لما جينا ابلاي الوول سيكنس هو مبدئيا اداني ايرور هبتدي اتعامل معاه تاني حاجه اداني شكل مختلف خالص عن اللي انا عايزه هنا الوول سيكنس مختلفه خالص او الشيل المعموله مختلفه خالص عن دي طيب هنعمل ايه الحل بتاع دي ايه بقى حد بس يفكر معايا كده سريعا الحل دي ازاي الوول سيكنس دي عشان اعملها انا عايزها تاثر هنا بس الاول نحس ايه المشكله انا عايزها تاثر هنا بس انما هو مجرد ما هطبعها هتأثر في الشكل كله لان هتعمل الشكل كله بشكل الشل طيب فالحل بتاع الموضوع دوت ان انا بعمل ري اوردر ري اوردر يعني ايه يعني ببتدي ارتب الفيتشر تاني بترتيب مختلف يحقق لي اللي انا عايزه طيب يعني انا دلوقتي لما اشد دلوقتي الول سيت دي المفروض ان انا لو طلعتها المفروض تبقى تحت البيس بليت على طول او تحت البيس فيلت على الاقل تمام هتحقق لي ده لان هيعمل الشل الاول وبعد كده ابتدي ابني عليها بقيه الايه البارت بتاعي طيب تعالوا نحررها كده هي بتتحرك معايا بس اول ما بتيجي عند البيس فيلت بيديني علامه الايه في الدايره اللي فيها الشرطه دي معناها ان هو مش هيقدر ينفذ مش هيقدر ينفذ طب نعمل ايه طيب نخش بقى على حاجه جديده عشان نقدر نعرف ايه سبب الموضوع ده حاجه اسمها ايه البيرنت اند ايه اند شايلد بيرنت وشايلد كل فيتشر من دول بتبقى مبنيه على الفيتشر اللي قبليها بيبقى حاجه ليها حاجه اسمها البيرنت وشايلد البيرنت يعني ايه يعني الابين بتوعها او الاباء بتوعها اللي هو ما يقدرش يتحرك من غيرهم طالما في رابط ما بينه وما بين الاب دوت فما يقدرش يتحرك من غيره طب ايه هو الاب بتاعه هو قال لك البيس بليت والسيركلر بوز البيس بليت والسيركلر بوز في علاقه ما بينهم هو مبني على حاجه ما بينها فما يقدرش يتحرك يبقى نبتدي اول حاجه نفكر فيها ان احنا نفك الربط ده نفك الربط ده طيب نبتدي نفتح الشيل في طبعا ميسنج فيس اللي هو اللي احنا عدلناه اللي احنا شلناه من هنا ده كده كده احنا عدلناه الفيس التاني ده هو ده الرابط اللي هو بتاع الايه بتاع الايه السيركلر تمام كده سيركلر بوز فانا طبعا انا ايه مش محتاجه اساسا لان انا ما فيش حاجه عندي هنا شل في السيركلر بوز فهبتدي امسحه لو عملت كليك عليه كده هيبتدي يتمسح من هنا او بعلم عليه وادوس كليك يمين وايه واعمل كليك يا اما بعلم عليه كده كليك الثانيه بيتمسح يا اما بدوس عليه واعمل كليك طيب تمام كده انا كده قلت له انا مش عايز الشل تنفذ غير في ده الناس ما تفتكرش ان انا كده حليت المشكله هو ستيل برضه لما بعمل كده هو بيطبق بيخش على كل البارت من جوه اهو
هو الشكل من هنا مظبوط، بس مش هو ده اللي مطلوب. الديزاين هنا مختلف، احنا واخدين بالنا من الفرق. هو هنا مفيش شيل، جوه هنا مفيش شيل، انا هنا معمول لي شيل بره، وده مش مطابق للديزاين اللي انا عايز اوصله. فهبتدي اعمل بقى ايه؟ انا كده فكيت المفروض العلاقه ما بين الاثنين، هرجع تاني اعمل كده الايه؟ البيرنت والشايلد، هلاقي مفيش عندي غير البيس بليت. انا خلاص فكيت العلاقه اللي كانت ما بين الايه؟ السيركلر بوز والايه؟ والوول سيكنس، تمام كده؟ دلوقتي لما هاجي اعمل ري اوردر هي ايه؟ هيوافق عادي لان انا حليت له مشكلته. فابتدي احطها تحت البيز فيلت، تمام كده؟ هبتدي كده ايه الشيل بتاعتي اتنفذت طبقا للديزاين اللي انا عايز اوصل. يبقى الشيل بتاعتي هنا اتنفذت طبقا للديزاين اللي انا ايه عايز اوصل، تمام؟ تمام، كمل. دي الهول العادية، وبعدين هو عامل لها سيركلر باترن او لينير باترن تاني، تمام؟ وبعد كده في اتنين فلت في الايه الجزء اللي فوق دوت والأجزاء والرب. وبكده أكون أنا قدرت أعدل في الشكل أو في الديزاين بتاعي، بحيث إن أنا أقدر أوصل لديزاين جديد هو مقترح إن أنا إيه أوصل. أي أسئلة؟ هنستأذنكم نفتح بس المايك للناس عشان لو حد عايز يسأل. باشمهندس المايك مفتوح. تمام. السلام عليكم. تمام ورحمة الله وبركاته. يا باشمهندس عمر. يا باشمهندس، الفلت في الديزاين التاني اللي على اليمين اللي على الشمال اللي حوالين الدايرة ناقص. عاوز له يتعدل. حوالين الدايرة ناقص ازاي؟ حوالين الدايرة التانية. الناحية التانية بقى. أيوه الناحية التانية. أيوه هنا. مش مو كأني شايفه مش موجود. لا في لا في الديزاين اللي كنا بنعدل فيه مش عارف. ما هو اللي احنا بنعدل فيه اللي على الشمال، وادي اللي على اليمين اللي هو اللي متعدل اصلا، اللي تحت الدايره موجود. انا كأني مش لا موجود. لا موجود اهو. لا اهو مش موجود. نص الدايره اللي تحت اللي جنب الرب على طول هنا كده. قصدك على دي يعني؟ ايوه. ممكن يبقى فيها. ممكن. تمام صح. طيب هنشوف دي ليها ده انهي لف. ايوه فلت فيهم. تمام هنبتدي نخش عليه هنا ونضيف له الايه الايدج دي. تمام بس كده. الله ينور. ماشي تمام كده يا هندسه. ماشي. اي اسئله ثانيه يا جماعه؟ شكرا هندسه، تسلم. لا عفوا دكتور. اي اسئله؟ اي حد في حاجه مش واضحه معايا؟ هنفتح الفولدر الثاني البارشل اديتنج. وده اللي احنا المفروض نوصل له. ديزاين تاني. احنا المفروض نوصل للديزاين ده من البارت ده. من البارت ده المفروض نوصل للديزاين ده. تمام. بنفس الستبس برضو هنبتدي ان ايه نشتغل. اول حاجة نعملها ايه؟ الناس بقى تبتدي تتكلم معايا كده عشان احس ان انا يعني ايه في تجاوبين. اول حاجة نعملها ايه عشان اقدر اوصل للبارت التاني؟ نعمل الاكسترود كات للشكل المرسوم. طيب هنعمل اكسبلور كات للشكل المرسوم ازاي؟ ما هو السكتش بتاعه معمول اهو. تمام. يعني اعمل اكسبلور كات كده. تمام.
كده؟ لا مش ل... ثواني، هو الشكل التاني من تحت الشلة موجودة ولا مش موجودة؟ ماشي اللي موجودة اهي. لا في التاني. التاني اهي. طيب تمام، يبقى هنغير مكان ايوه، الاكسترود كات قبل ما نعمل الشل. يعني اشد ده لفوق كده، تمام. صح كده؟ والدوائر دي هنعمل لها، ولا نغير الاكسترود كات نخليه على الشكل التاني من غير الدوائر، والدوائر هنعمل لها اكسترود كات اول. لا، اغير شكل ايش؟ اعمل اديت للاكسترود كات اللي احنا لسه عاملينه. تمام، الاكسترود كات نفسه. تمام، هتختاره كله من غير الدوائر، اختار الكونتور من بره. تمام، بعد كده اعمل اختار نفس السكتش تاني، واختار الدايرتين واعمل لهم ثرو اول. برافو عليك يا باشمهندس. طيب الناس بس عشان تبقى مركزة معايا، طيب انا خلاص الفكرة وضحت، انا بس قبل ما اعملها كده اوضح للناس عشان ما تتلخبطش معانا. اول حاجة هنعملها يا جماعة ان احنا هنعمل ري اوردر للايه، للسكتش بتاعي الاول، عشان انا لو عملت له سكرول كات على طول زي ما باشمهندس عمر الاول في الاقتراح، يعني هي ايه، هيبتدي ينفذ تحت بعد الايه، بعد الشل، فهيظهر لي الشكل اللي احنا كنا شايفينه في الاول. لا، انا هبتدي ارتب بقى. اول حاجه هرتب رسمتي، هطلع بالرسمه نفسها، السكتش نفسه فوق، وبعدين ابتدي اعمل عليه الاكسترود كات. تمام كده. وهحدد حاجة اسمها الايه، هو كده واخد لي الايه، الكونتور سيليكشن، واخد لي الكونتور سيليكشن اللي هو كله بالدوائر اللي جوه، ماشي كده. لا، في حاجة عندي اسمها الايه، المالتي، ايه المالتي، مالتي كونتور سيليكت. ده تكنيك كده في الديزاين، يعني بقدر ارسم رسمة فيها كذا كونتور وابتدي اعمل على نفس الرسمة كذا فيتشر. تمام كده، يعني برسم رسمة فيها كذا كونتور وابتدي اعمل على كذا فيتشر على نفس الرسم. فانا هختار اول حاجة الكونتور الخارجي بتاعنا، تمام كده، وهعمل له اكسترود كات، هيديني الشكل ده. هو ما حركش الفيتشر ولا ايه؟ سوري، انا هقفل طبعا عندي كده، لازم اطلع رول باك بار لفوق وابتدي انفذ عشان ما يعمليش الايه، الاكسترود كات تحت زي ما انا عملته دلوقتي. لا، انا عايز اعمله في المكان اللي ايه، اللي قبل الايه، تمام. بعد كده هبتدي اعمل الهول سيكنس بتاعي عادي، وبعد كده هبتدي اعمل اكسترود كات تاني بقى للدايرتين ثرو. هسلكت ازاي بقى السكتش؟ هخش على الاكسترود كات اللي انا لسه عامله، وهسلكت السكتش اهو، هو ده اللي انا عايز اعمل عليه، واجيب من سلكت كونتور، هو مش همسح بقى، اللي هو في اوتوماتيك بياخد الكونتور كله على طول، وانا مش عايز كده، انا عايز الدايرتين بس. فهبتدي اسلكت الايه، الدايرتين بس، يا اما باخد الكونتور بتاعهم كده، تمام، او بختارهم ريجون. خلاص، طبعا ما ينفعش اختار الاثنين، يعني دي يا دي. فانا هبتدي امسح ايه، الريجون اللي انا ايه اخترته دوت، واكتفي بالكونتور وادوس اوكي. ده خلاص، يبقى احنا كده هو ما قبلهاش كونتور، هنبتدي نسلكتها ايه، ريجون. او
هو قصدي ما قبلهاش كونتور عشان انا ما قلتهاش ان هي تبقى ثرو اول في الاول. خلاص كده يبقى انا قدرت اوصل بالديزاين بتاعي للديزاين التاني. هبتدي انزل رول باك بار تاني هيديني نفس الايه الشكل التاني. تمام كده انا مظبوطه يا هندسه؟ عشان ايه انا عارف ان مفيش تعديل في الحته دي فعشان كده اشتغلتها بالشكل اللي انت شفته يعني. ممكن تبقى بس غلطه من الفايل ولا حاجه. المهم نكمل. طيب ايه تاني بقى؟ احنا عايزين نتعلم حاجه برضو جديده النهارده، ان في حاجه اسمها كوبي، في حاجه اسمها كوبي او موف للايه للفلت. كوبي او موف للفلت يعني ايه؟ يعني انا لو جيت هنا علمت على الفلت ده كده، شايفين النقطة البيضة دي؟ لو شديته كده مثلا، ناخد الفيلت ده كده ونشده مثلا على الايدج دي، هينقل الفيلت ده من هنا يحطه على الايدج دي. الناس واخدة بالها ايه اللي حصل؟ تاني انا هسلكت الفيلت ده كده ومن النقطة دي كده هنزل على الايدج، نقل الفيلت ده من هنا لهنا بنفس الار بنفس كل حاجة. لو انا افترض ان انا عايز اعمل كوبي للفيلت ده، هبتدي اسلكت الفيلت ومن نفس النقطه هدوس كنترول وهاخده احطه على الايدج دي، نقل الفيلت ده من هنا بقى على الايه الايدج دي، وبياخد كل ما هو تانجنت ليها. تاني هاخد دي وانقلها على الايدج التانيه، اعمل لي الايدج التانيه كلها الفيلت اهي. تمام كده يا جماعه؟ ممكن اخد نفس الفيلت ده برضو كده وانقله على الايدج دي، دي عملت لي ايرور او هيبتدي يتصرف معاها بشكل ايه اللي هو الفيتشر اكسبرت. ممكن نبقى نقلل بقى الفيلت مثلا، نقلل الباور بتاع الارض كبيره كده يعني. المهم اللي انا عايز اوصله لكم ان ايه ان انا اقدر اعمل كوبي للايه للفيلت، او اقدر اعمل لها موف من ايدج للتانيه، بس اهم حاجه يكون ان الايدج دي الار اللي انا مديه يسمح بان يتعمل عليها الفلت. تمام كده؟ اي اسئله؟ طيب نرجع كده للباور بوينت نشوف يمكن في حاجه ما قلناهاش، حاجه ناسينها. ماشي، ممكن نشوف السبريشن دي ما قلناهاش. الباشمهندس محمد بيقول لي امتى انقل الفلت وامتى انسخه؟ ده حسب الديزاين يعني، انت عايز ايه يعني؟ انت حسب الديزاين بتاعك، انت عايز تنقل الفيلت ده من هنا للايدج دي للايدج دي، بتسلكت الفيلت ده يعني. وانا افترض ان انت عملت فيلت وبعدين تعديل يعني طبقا بقى اللي جبت اثناء التصنيع ولا حاجه، لقيت محتاجه ان انت مش محتاجه ان انت تعمل فيلت في الايدج دي، عايز تعملها في الايدج الثانيه احسن او افضل، او العميل عايز كده، فانت بتاخد الايدج تنقلها بس، مجرد ما بدل ما بتعمل فيلت من اول وجديد. طيب وانا افترض ان انت عملت فيلت وعايز نفس الفيلت ده تطبقه الناحيه الثانيه برضه، بدل ما تقعد تفتح وتعلم على الايدج وتعمل الفيلت بالار الفلانيه لا ده انت مجرد ما بتقف على الفيلت وتدوس كنترول تشد وتحط على الايدج الثانيه خلاص اتطبق معاك الفيلت. فهي دي طبقا للديزاين وطبقا ليك انت يعني، ما مش رولز معينه يعني. طيب في حاجه اسمها سبريشن. سبريشن يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عملت الفيتشر دي، هو يعني مش عارف اذا كنت انا محتاج اعدلها دلوقتي ولا لا، او يعني انا مثلا عايز اعمل لها ايه، اخليها موجوده معايا وفي نفس الوقت ما تسمعش معايا في الديزاين، طب اعمل لها حاجه اسمها سبريشن بدل ما امسحها يعني. يعني هي موجوده معايا في الفيتشر 3 بس هي مش شغاله. على سبيل المثال هاجي مثلا على الوول سيكنس دي تمام، وهقول له سبريشن اهي سبريس يعني. ايه اللي حصل؟ لغى معايا الايه الشيل، بس هي مش ممسوح، هي موجوده معايا في الديزاين تري ما مسحتهاش، هي موجوده معايا ويعني هقدر ابديتها في اي وقت، بس انا بسبريس دي انا حافظت عليها موجوده معايا، وفي نفس الوقت غيرت الديزاين خالص، خليته من 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 حاجه ليها شيل للشكل اللي انتم شايفينه ده، لحاجه مصمطه، مجرد ان انا عملت لها ايه سبريس، مجرد انا عملت ايه سبريس. ارجع تاني اقول له ان سبريس، هينفذ لي الشيل بتاعتي زي ما انا ايه عايز. يبقى انا ممكن ايه اقدر يعني من خلال ديزاين واحد اقدر احتفظ بايه
بكذا اديشن ليها عن طريق الايه السبريس ديت، او لو انا محتاج اعدل فيها مستقبلا فانا ضغط ايه هحس ان انا ممكن احتاجها بعد كده، فبمسح حاجه بخليها معايا في الايه في الديزاين بتاعي. بس يا دكتور ما تنفعش لو مبنية عليها حاجة تانية صح؟ ما طبعا لو مبنية عليها حاجة تانية مجرد ما هتدوس عليها هتبتدي تفصل يعني الحاجات التانية اللي مبنية عليها هتعمل لك ايرور، فهتبتدي يا اما تتعامل مع الايرور يا اما هتبتدي تشغلها تاني، يعني حسب الايه حسب الديزاين بتاعك. تمام انت لحد دلوقتي الاسم شايف ان اوضح الحاجة دي حاجة اوبشنال ولا لا؟ تمام، انت شايف ان الحاجة دي اوبشنال ولا شايف ان الحاجة دي خلاص حتمية ان انت تعملها؟ لو حتمية ان انت تعملها وهتقفلها خلاص يبقى بتقفلها وتبتدي تتعامل مع الايرور اللي بيطلع لك زي ما احنا اتعلمنا في لسون ايه 8. لو مش حتمية بتعملها بالشكل اللي انا قلت عليه دلوقتي، يبقى دي ايه سبرس. في حاجة اسمها فيتشر ستاتكس، دي يعني على السكيل الكبير يعني بتقدر تحسب منها الزمن بتاع الريبيلد بتاع الفيتشر. انا ما حاولتش استخدمها والله قبل كده، يعني مش مهم قوي، يعني مجرد بتديني التايم بتاع الريبيلد، ودي كلها حاجات بتبقى اجزاء من الثانيه بالنسبه لي، يعني نوصل لمرحله كبيره قوي قوي في الديزاين، يعني نبتدي نستخدم بقى الحاجات دي عشان نشوف البرفورمانس بتاع الجهاز والكلام ده، يعني حاجه اوبشنال يعني. طيب نكمل. تمام، ده الريأوردر بتاع الحاجة بتاعتنا. دكتور تقريبا هي اللي هي في الايفالويت اللي اسمها performance evaluation تقريبا، هي بتاعت البرفورمانس. هي يعني. هي موجودة في الايفالويت ما هي دي بتاعت الريبيلد، هي بتاعت الريبيلد. اها تقريبا، لانه ماشي. بدينا لا بس لا دي انا total عارفها، event دي time. بتاعت بس لا دي والله هي نفس الاوبشن، يعني هي بتدي نفس المعلومه بالظبط. انا عارف البرفورمانس ايفالويشن دي، انما ممكن يكون الاديشن بقى فرق الاديشن ما بين الـ يعني الباوربوينت والاديشن بتاع ال 2020 يعني مش عارف. ماشي، ممكن تبقى هي دي. طيب تمام خلاص، الريأوردر والكوبي الثريد والسكشن فيو عشان يوضح الدنيا، احنا عارفين من السكشن فيو. خلاص بعد كده بقى ان شاء الله لسن 10 هنخش فينو على الكونفيجريشن، ودي برضو من الحاجات المهمة جدا والحاجات القوية جدا للسوليد، يعني ان انا ازاي اقدر استخدم فاريبل واربطه بالديزاين بحيث ان انا لما اغير حاجة يتغير في الديزاين كله، يعني ازاي اقدر استخدم الابلكيشن لو انا بعمل الديزاين وعايز اربط ايدج مثلا او طول حاجه معينه بايكويشن بقدر اعملها، ازاي اعمل كذا اديشن من نفس الحاجه عن طريق الكونفيجريشن. فبرضه هيبقى درس ممتع يعني، واتمنى الناس كلها تستفيد منه. مش هنعمله طبعا، مش هناخده النهارده، هيبقى المره الجايه.